اش غادي نقول لك، العلامه الكبرى ديال هذا الماتش وديال الماتشات كلهم هو هذا الجمهور الكبير اللي في الحقيقه ما كنلقاش الكلمات ولا المصطلحات كلها ديال العالم باش نوصف كيفاش كيجيو الخصوم ديالنا وكي الاحساس ديالهم. حنا اللي كنمثلوا الوداد وحنا اللي كننتميوا لفريق الوداد، وملي كتشوف داك التشجيع ديالهم وطريقه التشجيع وداك سيرت ماركي وطلعت ماركي وهداك هذاك الكلام الجميل اللي كيقولوا وديك الطريقه اللي كيشجعوا بها، حنا كيمتلكنا شويه ديال الخوف واحد الوقت، فما بالك بالخصوم. دونك العلامه الكبرى كنقولها وكنقولها دائما، ليس نفاقا ولا باش نرمي الناس بالورد، ولكن هذه الحقيقه المطلقه، وساقول بان على جميع المغاربه قاطبه بان يفتخروا بان لهم في هذا البلاد عندهم واحد الفريق سميتو الوداد، لانه كيشرف الكره الوطنيه. الوداد احب من احب وكره من كره، هو سيد الكره الافريقيه. اذا علمنا بان فريق الوداد توج كاحسن فريق قبل سنتين في اكرا، ولحد الان باقي ما يمكن مازال ما دارتش نفس المناسبه باش يختاروا نفس الفريق، ولكن على جميع المغاربه واستمع للتكرار بان يفتخروا بان لهم في المغرب فريقا اسمه الوداد اللي كيرعب الفرق الافريقيه. هذا ماشي غلو، ماشي زعما شي حاجه اللي كتدعونا الى العمل اكثر. حنا مازال تابعنا الخدمه اللي تابعنا، ها واحد البيت اخر دابا ما حضرتش ليه انا، ولكن فريق الوداد فريق كبير، ما ينتظرون من عمل جاد اكثر مما تحقق من دي قبل. الا ملي كيكون عندك، كنعاود نقولها جمهور وكنقولها زعما بواقع الحال، ملي كيكون عندك جمهور بحال هذا ما كتخاف من حتى شي حاجه جايه. خصنا الخدمه، ماشي الجمهور بوحدو اللي ممكن يدير كل شيء، ولكن عنده تقريبا اكثر من 80% بما يحققه الوداد اليوم في اكثر من 5 مواسم. حنا كنفكروا ماتش بمارش، اليوم ربحنا فريق كبير، هذا الفريق راه فايت اقصى بزاف الفرق حتى في المغرب، فريق كبير. ماشي الوداد اليوم، ماشي راه هو اليوم لحد الساعه دابا هو ضمن احسن 4 فرق اللي في نصف النهائي. كنتسناو يمكن دابا دازت سان داونز، ما عرفتش الخصوم الاخرين اللي دازوا. المهم كيتسنانا عمل كبير بمشيئه الله، ان شاء الله باذن الله غادي الوداد سيقول الكلمه ديالو.